شو هن الاتجاهات الجديدة بإدارة الموارد البشرية بسوق العمل بهالتقرير؟ دور كبير لقسم الموارد البشرية بالمؤسسات والمصارف لاختيار القوى العاملة، وتحدي أكبر لتطوير القدرات والاحتفاظ بالعناصر البشرية المميزة. الاتجاهات والتحديات بإدارة المواهب نوالها مؤتمر من تنظيم اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وأنه هو كبير، ندرس شيء، بندرس لطلابنا شيء، بيصالوا على سوق العمل، ما عم بيكون هن سوق العمل عم يستفيد دغري منهم. لازم يكون في مجالس استشارية على كليات إدارة الأعمال والاقتصاد بشكل عام، أو لكل الجامعات كمان، كجامعة يكون عندها مجلس استشاري مطعم من هن مسؤولين ورؤساء ولا رئيس مجلس إدارة من أسواق العمل. اليوم الشخص اللي هو يعتبر أو بيعتبر حاله موهوب بشغله، فعنده ذهنية معينة منا موجودة بعد عن ذهنية رب العمل. تقدر تعمل هالإدارة السليمة بده يكون في عندك أخصائيين عم بيدرسوا لك DNA تبعك إذا بدك من ناحية المواهب اللي عندك إياها، وأنت تقدر تعرف شو متطلباتهم الوظيفية. اللي عملناه نحن ببنك عودي إنه جينا طلبنا من مجلس خدمة المدنية إنه كل ما بيكون في عنا behavioral training بيتعاطى مثلا خدمة الزبائن أو القيادة أو التواصل، إنه يبعتونا أحد مدراءهم يحضر مع مدراءنا الموجودين كمان بهالتريننج هذا ويتفاعلوا معه. الهدف من وراها شو؟ إنه تخيل حالك إنك تقدري تفوتي على قطاع للدولة تاخدي نفس الخدمة اللي بتاخديها بمصرف. وهيك بتكون إدارة الموارد البشرية أيضاً قيمة مضافة لتعزيز التنافسية والتعاون بين قطاعين العمل الخاص، بالإضافة للحد من مشاكل اجتماعية عديدة مثل الهجرة والبطالة. سحبت أبل التحديث الجديد لنظام التشغيل iOS 8 بعد ما شكى كتار من مستخدمي آيفون 6 وآيفون 6 بلس من مشاكل بشبكات الهاتف وعدم القدرة على استخدام قارئ بصمات الأصبع. وقالت الشركة أنها رح تطرح نسخة جديدة من نظام التشغيل بالأيام القليلة المقبلة.